بسم الله الرحمن الرحيم. أبناء وبنات طلبة شهادة الثانوية العامة، إن شاء الله نحل مع بعض نموذج الامتحان الصف الثالث الثانوي 2019 دور أول 2019، ده من كتاب بوكلت المعاصر. طيب نيجي نشوف ده بوكلت المعاصر صفحة 39. تابع معايا، افتح البوكلت لو معاك ونحل سوا ان شاء الله الامتحان السنة اللي فاتت. نبدأ على بركة الله. ما تنساش ان شاء الله لو بتشوف الفيديو لأول مرة تعمل لايك وشير وتشترك في القناة. بسم الله الرحمن الرحيم. بيقول لي اجب عن الاسئلة التالية: اذا كان عين يساوي 1 + 3 ت والسنون، وعندي مقياس عيني يساوي 8، فان السعة الاساسية للعدد. طيب عشان نفهم دي، انا عندي ان العين دي لو القيمة 1 + 3 ت، في الحالة دي يبقى لو جبنا ان مقياس عين هتساوي الجذر التربيعي ل1 + 3 ده تساوي 4. طيب في الحالة دي يبقى اذا جذر 4 يعني هتساوي 2، ولكن هو جايبها لي 8، معنى كده ايه؟ معنى كده ان في ان 2 اس كام؟ اس نون بيساوي 8. طب ما التمانية دي 2 + 3، يعني معنى كده ان النون بتساوي 3، يبقى اذا السعة، هي عبارة عن ايه؟ عبارة عن ظا سالب 1 لمين؟ لجذر 3 على 1، يعني هتساوي 60. ولكن السعة دي كأنها مجموعة 3 مرات، يعني كأنها 3 سيتا، يعني هتساوي، لأن النون عندنا هنا ب3، يبقى 3 سيتا بتساوي نضرب 3 ضرب 60، يعني هتساوي 180، يعني بتساوي باي. يبقى إذن الإجابة نمرة دال. نشوف السؤال الثاني: إذا كان المستويان 3 س ناقص ص + 2 ع + 4 يساوي 0، والمستوى الثاني س + 2 ص + ك ع = 2 متعامدان. طالما متعامدان يبقى احنا محتاجين نجيب نون 1 ونون 2. يبقى نقول له نون 1 عبارة عن، هنا 3 و سالب 1 و 2، ونون 2 تساوي 1 و 2 قدامي اهي، و2 وكاف. طيب هنقول له بما ان هما متعامدان، اذا نون 1 ضرب قياسي نون 2 هيساوي 0، يعني هيدي لي، انا بحل لك بسرعه بس عشان انا هحل الاختبار كله والفيديو ما يطولش. يبقى نون 1 ضرب قياس نون 2 يساوي 0، يعني معنى كده 3 ناقص 2 + 2 ك يساوي 0، يعني معنى كده 1 + 2 ك يساوي 0، يعني معنى كده ان 2 ك يساوي -1، يعني الكاف بتساوي -0.5، يعني الكاف بسالب نص. يبقى الاجابه نمره د. طيب نشوف السؤال الثالث. جايب لي هنا محدد بسيط ولكن هو محتاج فكرة فيه، طيب نيجي نبص هنا، جايب لي 1 وس وس وسين وواحد وسين وسين وسين، يعني كل عمود فيه سين. طيب ندخل على اي، على اللي نفكر فيها ازاي في المسألة دي. يبقى اول حاجة هنقول له بجمع الاعمدة كلها، بجمع التلات اعمدة، نقول له عين 1 + عين 2 + عين 3. طب هنحط التغيير فين؟ هنحط التغيير في عين 1. طيب معنى كده هنحصل على ايه؟ هنحصل على الاتي. يبقى بقت 1 + 2 س وس وس و1 + 2 س و1 وس. طيب و1 + 2 س
وسين وواحد. هو بيقول لي جايب لي ده بيساوي صفر. احنا عايزين نجيب نحل نجيب مجموعة الحل يعني الإيجاد قيمة سين، بس هنا بيقول لي بدون فك المحدد. فاحنا بنستخدم ازاي نفكر فيه وازاي ان احنا نوصل للحل. اصبح واحد زائد هنا سين، وهنا واحد زائد اتنين سين، واحد زائد اتنين سين في العمود الاول هناخده هو عامل مشترك، يبقى هناخد واحد زائد اتنين سين عامل مشترك، هيتبقى لي ايه؟ هيتبقى لي واحد 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 سين سين واحد سين سين واحد. الكلام ده مازال بيساوي ايه؟ بيساوي صفر. طيب ما تيجي نقول صاد واحد، هنطرح الصف الثالث من الاولان، يبقى صاد واحد ناقص صاد ثلاثة. طيب هيديني ايه؟ يبقى لسه برضو واحد زائد اتنين سين في ده ناقص ده، يبقى واحد ناقص سين وسين وسين وصفر وواحد وسين وصفر وواحد وواحد ناقص سين. طيب الكلام ده برضو مازال ان هو بيساوي ايه؟ الصفر. خلاص عايزين نخلي الخانة دي صفر، او اذا حاصل الضرب ده هيساوي لما اعمل عملية طرح كمان للعمود الاول ناقص العمود الثاني، يعني هنحصل على الصيغة التالية ونفكها، يبقى اذا عبارة عن واحد زائد اتنين سين في واحد ناقص سين في واحد ناقص سين يساوي صفر. حاصل ضرب ثلاث اقواس يساوي صفر، اما الاول بصفر يعني واحد زائد اتنين سين بصفر، ومنه يؤدي ان اتنين سين بسالب واحد، واذا منه السين هتساوي سالب نص، اذا السين بسالب نص. القوس الثاني بيساوي صفر، او سي واحد ناقص سين يساوي صفر، ومنه ان السين هتساوي موجب واحد. يبقى احنا كده جبنا السين بسالب نص وبواحد، يبقى مجموعة الحل. ولازم تحطها طبعا زي ما انت واخد بالك وفاهم، لازم تحط مجموعة الحل داخل علامة المجموعة. شوف السؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده بيقول لي اثبت ان المستقيمين دول متخالفين. جايب لي مستقيمين وبقول لي اثبت ان هما متخالفين. طيب متخالفين يعني ايه؟ علشان اثبت ان هما متخالفين يبقى اولا ان المستقيم الاولاني مش هيوازي المستقيم الثاني، انا بشرح لكم بس، وان المستقيم الاولاني لا ليس عمودي على المستقيم الثاني، ده غير عمودي. يبقى انا عاوز اثبت ان اولا لا يوازي ولا عمود. يبقى في الحالة دي تعالى نثبت ان هما اصلا ان ري واحد يساوي ري اتنين، هنثبت التساوي في هذا الحال. طيب ما نثبت التساوي، تعالى نجيب القيمة الاولى تلاتة زائد، تعالى ناخد التلاتة نساوي المركبات السينية، يعني تلاتة زائد اربعة كاف، اربعة كاف هيتساوي ايه في المستقيم الثاني؟ صفر زائد كاف، يعني بتساوي كاف اتنين. اعمل دي المعادلة رقم واحد. طيب بالمثل بقى برضو ناخد المركبة الصادية، يبقى سالب واحد هتساوي ايه؟ سالب واحد هنا، خلي بالك سالب واحد زائد كاف، سالب واحد زائد زائد الكاف واحد هتساوي، خلي بالك دي كاف واحد، هتساوي اربعة ناقص كاف اتنين، ناقص كاف اتنين، ده كاف اتنين نخليها دي المعادلة رقم اتنين، طيب في الحالة دي تعالى بقى نشوف، احنا هنا سوينا المركبتين السينية والصادية، عاوزين هل يا ترى لما نجيب كاف واحد وكاف اتنين ونعوض في المركبة الصادية العين التالتة هل هيطلع متساوي ولا لا؟ تعالى نقول له بحل المعادلتين واحد واتنين. لما نحل المعادلتين واحد واتنين في الحالة دي يبقى أصبح اتنين زائد تلاتة كاف واحد هيساوي سالب واحد
زائد 2 كاف 2. في الحالة دي يبقى أصبح يبقى كاف 1 زائد 4 كاف 1 زائد 3 يساوي 5. في الحالة دي يبقى 5 كاف 1 يساوي 5 ناقص 3، يعني 5 كاف 1 يساوي 2. إذن كاف 1 خلي بالكم بتساوي 2 على بتساوي 2 على 5، يبقى كاف 1 طلعت ب 2 على 5. طيب بالتعويض هنطلع قيمة كاف 2. طيب ونعوض في إيجاد المركبة الثالثة، لما نجيب هنا المركبة الثالثة فهيطلعوا ان هم ايه غير متساويين، هيطلعوا ان هم غير متساويين. في الحالة دي يبقى اذا هم غير هم ليسوا متوازيين وليسوا متعامدين. يبقى في الحالة دي هنطلع كاف 2 هتساوي 3 زائد 8 على 5، يعني هتساوي 23 على 5. جابنا كاف 1 وكاف 2، جابنا كاف 1 وكاف 2. ما نيجي نعوض عشان نجيب المركبة الثالثة بقى عين ان الطرفين يكونوا متساويين في المركبة الثالثة، هنجد ونتفاجأ ان هم مش متساويين، وبالتالي يبقى فعلا لهم متوازيين ولا متعمدين، يبقى ما فيش غير ان هم متخلفين. يبقى 2 زائد 3 باخد المركبة الثالثة وعوض مكان كاف 1 2 على 5. تعالى بقى هنا نشوف في المستقيم الثاني، هنا بقى المركبة الثالثة في المستقيم الثاني يبقى تساوي سالب 1 زائد 2 ضرب 23 على 5. يبقى هنا هيساوي كام؟ 16 على 5، وهنا هيساوي 41 على 5. واضح ان هم غير متساويين، وبالتالي طالما هم غير متساويين اذا المستقيمان متخالفان. ليه؟ لانهم ليس متوازيين وليس متعامدين. طيب تعال نشوف اللي بعده، انا بحل بسرعه بس عشان انا هحل الاختبار. عدد طرق ده كتاب البوكلت في المعاصر، البوكلت المعاصر صفحه 40 صف الثالث الثانوي. عدد طرق اختيار فريق مكون من 7 افراد، عندي 9 بنات وخمس اولاد. طالما عندي عاوزين نختار 7، احنا عندنا عاوزين نختار 7، عندي 9 بنات وعندي 5 اولاد. طيب في الحاله دي اذا كان الفريق يحتوي على 3 ولاد فقط، احنا عايزين 3 ولاد فقط، الولاد في كام؟ الولاد كام هنا؟ الولاد 5، يبقى 5 قاف 3 في، احنا محتاجين 7، باقي كام من 3؟ باقي 4، يبقى 4، ويبقى هنا كاف هناخدهم الباقيين من مين؟ من البنات، يبقى 9. 9 كاف 4 ضرب 5 كاف 3، دي تعملها بآلة حاسبة هتكون الإجابة نمرة جيم، يعني هتساوي 1260. شوف السؤال اللي بعده، جايب لي قيمة، بيقول لي قيمة هذا المجموع بكام؟ 50 كاف 4 زائد سميشن من ريه يساوي 1 لغاية 6، مجموع 56 ناقص ريه كاف 3 يساوي كام؟ طيب في الحالة دي مسألة يعني محتاجة تكون مركز بس فيها شوية وخلاص، مفيش فيها أي حاجة. هنسيب القيمة الأولانية دي ما نقربش منها عادي عشان ما نبخش نفسنا، ونبدأ نكمل. يبقى هنقول هنا 50 كاف 4 زائد، نبدأ نعوض ونفك، هنشيل كل ريه ونحط 1 مرة، زائد كل ريه ونحط 2، وهكذا وانت ماشي. يبقى زائد كام؟ يبقى زائد 55 قاف 55 قاف 3 زائد 54، بتلاحظ ان اللي فوق بيقل دايما، قاف كام؟ قاف 3 زائد 53 قاف 3 زائد 52 قاف 3 زائد 51 قاف 3 زائد كمان 1 زائد 50 قاف 3. طيب في الحاله دي هنجد احنا عارفين اما ما يكون 2 توافيق متسلسلين، الره وره زائد 1، بنزود الاس اللي فوق 1، و يعني زي ما احنا هنشوف كده، يعني ده هيساوي
عشان بحل في نفس المنطقة زيك اهو كأنك في الامتحان بالضبط. يعني ده يساوي 51 قاف 4 زائد 55 قاف 3 زائد 54 قاف 3 زائد 53 قاف 3 زائد 52 قاف 3 زائد 51 قاف 3. طيب ده يساوي ايه؟ طيب ده يساوي 55 لما نخلص خالص هتبقى 55 قاف 3 قاف 4 زائد 55 قاف 3. طيب دي اتنين برضو متتاليين يبقى يساوي يبقى 56 قاف 4. يبقى الإجابة 56 قاف 4. يبقى الإجابة نمرة ألف. شوف السؤال التالي بعده. السؤال السابع بيقول لي إذا كانت سين زائد صاد تربيع زائد عين تربيع ناقص 2 سين زائد 4 صاد يساوي صفر. طيب جايب لي هنا دي معادلة كرة. دي معادلة كرة. طب عايز منها إيه؟ بيقول لي فإن اختار واحدة من دول. اختار واحدة من دول. طب جايب لي معادلة كرة يبقى أنا محتاج المركز. يبقى أنا محتاج المركز. يبقى أقول له المركز ميم عبارة عن نص سالب نص معامل سين يبقى واحد وسالب اتنين وإيه وصفر. وصفر سالب نص معامل سين سالب نص يبقى سالب اتنين وما فيش عين أصلا. طيب احنا عارفين ان نق تربيع بتساوي الجذر بتساوي مربع دي واحد زائد اربعة زائد صفر ماشي ناقص دال ما فيش دال اصلا يعني بتساوي كام خمسة. يبقى النق بس هتساوي جذر خمسة. طيب يبقى احنا نختار ان هي المركز واحد سالب اتنين صفر واضح ان هي لالف لجيم لالف لجيم الفيصل هو النق يبقى اذا هي نمرة الف. طيب نشوف السؤال اللي بعده. 8 اجب عن احد السؤالين التاليين. ضع العدد ده 8 على 1 زائد جذر 3 ت في الصوره المثلثيه ثم اوجد جذريه التربيعيين على الصوره الاسيه. طيب نضرب في المرافق يبقى انت جايب لي عين تساوي 8 على 1 زائد جذر 3 ت. هنضرب في المرافق فوق وتحت يبقى 1 ناقص جذر 3 ت 1 جذر 3 ت يعني هتساوي 8 فيه 1 ناقص جذر 3 ت على هنا ايه بيطلع كام ايه 4 يطلع 4. طيب في الحاله دي 2 تروح مع ال 2 يعني هتساوي 2 ايه ناقص هتساوي 2 ناقص 2 جذر 3 ايه ت 2 ناقص جذر 3 ت. طيب في الحاله دي انا جبت عين على الصورة دي يبقى نكتبها هنا عشان ايه عين تساوي 2 ناقص 2 جذر 3 ايه ت. يبقى ديت قيمة العين اللي احنا ايه محتاجين نجيبها. طيب في الحالة دي يبقى خلاص يبقى انت جبت السين بتساوي كام تبقى السين بتساوي ايه 2 والصاد بتساوي الصاد بتساوي سالب 2 جذر ايه 3 يعني دي ربع ايه يعني تقع في ربع ايه رابع يعني ربع ايه رابع. طيب طالما دي ربع رابع يبقى إذن محتاجين نجيب السيتا. السيتا هي بزا ماينس واحد لسالب اتنين جذر تلاتة على اتنين يعني هتساوي زا سالب واحد لجذر تلاتة لسالب جذر تلاتة يعني في الحالة دي هتساوي سالب ستين سالب ستين يعني بسالب باي على ايه تلاتة يعني تطلع بسالب باي على ايه على تلاتة. طيب سالب باي على 3 نيجي نكمل يبقى اذا نجيب اللام يبقى اللام بتساوي الجذر التربيعي مربع الكميه الاولى ل 4 زائد 12 يعني بتساوي جذر كام 16 يعني بتساوي كام 4. اذا في الحاله دي يبقى احنا هنجيب العين بتساوي 4 جتا سالب باي على 3 زائد ت ايه جا سالب باي على 3 كده العدد جبناه له في الصوره المثلثيه. طب احنا محتاجين الجذرين التربيعيين يعني عايزين عين اس نص يعني تساوي جذر الاربعة 2 في جتا ايه سالب باي على 3 لما احنا نجيبها يعني عباره عن جتا سالب باي على 3 زائد
اتنين باي، اتنين باي ري على كل على اتنين زائد ت جا، جا كام؟ نفس الزاوية، يبقى اذا سالب باي على تلاتة زائد اتنين باي ري. طيب بقى مرة نقول له الري بصفر ومرة الري بكام؟ الري بواحد. طب لما نعوض الري بصفر تبقى اذا عين واحدة تساوي، اذا عين واحدة تساوي اتنين في جتا سالب، سالب باي على ستة زائد ت جا سالب باي على ستة. طيب هنا عين اتنين هتساوي اتنين برضو المقياس في جتا مية وخمسين ماشي زائد ت جا مية وخمسين. طب هو عاوزها في الصورة الأسية، طالما في الصورة الأسية هنكتبها على طول جنبها، دي بتساوي اتنين في ه أس سالب باي على ستة ت، والتاني هيساوي جنبها بتساوي اتنين في ه مية وخمسين، دي هتبقى خمسة، تبقى خمسة على ستة باي، خمسة على ستة ايه باي. شوف هتساوي كام، يبقى احنا كده جبناه له في الصورة الأسية. شوف السؤال اللي بعده عشان نقدر نخلص الاختبار عشان الفيديو ما يطولش. جايب لي جايب لي مسألة بالشكل دي، ه أس باي ت ناقص ه أس سالب باي ت. طيب مسألة زي دي نحلها ازاي؟ هي فكرتها بسيطة مش فيها أي حاجة خالص، يبقى هنحولها من صورة أسية إلى صورة مثلثية. يعني دي هتساوي إيه؟ هتساوي جتا باي ت زائد ت جا باي ناقص ه أس سالب باي ت، نفتح القوس طبعا، يبقى جتا سالب باي زائد ت جا سالب باي، ت جا سالب باي، ت جا سالب باي. طيب ده هتساوي جتا باي زائد ت جا باي، السالب هتضرب في القيمتين دول تبقى سالب جتا سالب باي زائد ناقص ت جا سالب باي. طيب خلي بالك ان الجتا زوجية، الاشارة دي هتروح، فدي هتختصر مع دي عشان بس ما نطولش في الوقت. يعني اذا هتساوي هنا ت جا باي وهنا السالب، السالب دي يعني اذا كأنها ت جا باي زائد ت جا باي، يعني هتساوي اتنين جا باي ت. طيب هنا الباي ما نشوف احداثياتها، عبارة عن سالب واحد وصفر او بآلة حاسبة، يعني اذا بصفر، يعني اذا النتيجة دي بتساوي صفر، يبقى الاجابة نمرة باء. شوف السؤال اللي بعده، اوجد الصورة المختلفة لمعادلة المستوى، الصور المختلفة لمعادلة المستوى الذي يمر بالنقط. عايزين الصور المختلفة، يبقى احنا عشان نجيب الصور المختلفة يبقى احنا محتاجين ايه؟ نجيب معادلة المستوى. طب نجيب معادلة المستوى ازاي؟ انا عندي اكتر من صورة، يبقى انت نقدر نفكر فيها باسلوب اكتر من فكرة، يعني هي اكتر من فكرة. طيب دي عبارة عن نقطة ودي نقطة ودي نقطة، النقط دي تعتبر هي نقطة تقاطع الايه المستوى المحوري الاحداثيات، يعني دي تعتبر السينات، نقطة تقاطع مع السينات، ودي نقطة تقاطع مع الصادات، ودي نقطة تقاطع مع العينات. طيب في الحالة دي يبقى نقدر نجيب على طول معادلة المستوى الصورة العام، يبقى اذا كأنها ايه؟ كأنها س على واحد زائد ص على ايه اتنين زائد ص سوري عين على تلاتة يساوي موجب واحد، بالضرب في ستة، نضرب كل المعادلة في ستة، اذا يبقى ستة س، يبقى ستة س زائد تلاتة ص زائد اتنين عين يساوي ستة، يساوي ستة، احنا ضربنا كله كل المعادلة في ايه؟ في ستة. طيب يبقى اذا الوقت نقدر نطلع ايه؟ نون عبارة ايه؟ دي تعتبر الصورة العامة، احنا كده كده جبنا الصورة الايه؟ العامة، جبنا الصورة العامة. طب نطلع نون اللي هو متجه الاتجاه اللي هي المركبات دي اللي قدامي، يبقى ستة وتلاتة واتنين. طيب يبقى انا عندي نون ضرب ريه يساوي نون ضرب ايه؟ الف، يعني هتساوي نعوض عن المتجه ده، يبقى ستة وتلاتة واتنين ضرب ريه اللي هي السين صاد عين بتساوي، ما نضرب النون في ستة المتجه ده، متجه ده نختار اي نقطة
الالف اي نقطه ولتكن الاولى، يعني هتساوي 6 في 1 بكام؟ ب 6. يعني هتساوي كام؟ بتساوي 6. خلاص ممكن نسيبها له كده، او دي تعتبر الصوره الصوره المتجهه، دي الصوره الايه المتجهه ماشي، ومنها تقدر تجيب الصوره الايه الصوره القياسيه. طبعا عشان الوقت بس، عندي هنا بيقول لي ابحث قابليه، ابحث قابليه حل النظام الاتي ثم اوجد الحل العام ان وجد. طيب عشان ابحث قابليه هذا الحل هذا النظام، يبقى انا محتاج اجيب رتبه الف، يبقى انا محتاج اجيب الالف، يبقى الالف محدد الف هو عباره عن اجيب القيمه بتاعته واحلها، يبقى عباره عن 2 في 2 في كده 18 ناقص 18، 18 ناقص 18 سالب وسالب عشان قاعده الاشارات، يبقى 4 في كده كام؟ سالب 9 كده زائد 9، يبقى سالب 9 موجب 9 ماشي. سالب 9 دي سالب 9 في الغصاف في العمود، يبقى سالب ايه؟ 6 زائد 6. يعني واضح ده صفر ده صفر ده صفر، يعني اذا النتيجه بصفر. اذا وجدنا ان قيمه المحدد بكام؟ بصفر. لما نجيب قيمه المحدد وتطلع بصفر، معنى كده ان رتبه الالف هتكون اقل من مين؟ من 3. يبقى محتاجين نجيب الف ستار، او نجيب رتبه الف ستار، محتاجين نجيب الف ستار. طب الف ستار هتطلع ايه؟ هتطلع سالب 4 في سالب الغصاف في العمود، انا بجيب هنا عشان بس اوفر وقت، سالب 4 اهي، يبقى هنا الغصاف العمود، يبقى اذا 3 في دي، يبقى اذا 3 دي 3، يبقى سالب 3، يبقى سالب 3 زائد 9 في الغصاف العمود، يبقى 2، يبقى سالب 2 سالب 2 صفر ماشي، يبقى زائد 1 في 1 في الغصاف عمود، يبقى 9 18 ناقص 18 18 ناقص 18 18 ناقص 18، يعني هيساوي موجب 12 ناقص 18، يعني بيساوي دولت بصفار خلاص، يعني سالب 6. المهم لا يساوي ايه؟ صفر. طالما لا يساوي صفر، في الحالة دي ان رتبة الف لا تساوي رتبة الف ايه؟ ستار. في الحالة دي اذا لا يوجد حل، اذا لا يوجد حل على الاطلاق. وبقول لي ان وجد، بقول لي ان وجد، يعني انت تختبر ان هو موجود من قبل ما تحل وتتعب في نفسك. طيب السؤال اللي بعد كده بيقول لي اذا كان عين بتساوي اوميجا اس سي، فان المقياس بتاعها بكام؟ طب ما انا عارف ان الاوميجا دي هي عباره عن سالب نص زائد او ناقص، ممكن اي واحده فيهم، يعني جذر 3 على 2 ت. طيب في الحاله دي يعني ايه؟ يعني اذا عين بتساوي القيمه دي سالب نص زائد او ناقص اي واحده فيهم برضو جذر 3 على 2 اس س. طيب تعال نجيب المقياس، لما اجي اجيب مقياس مقياس العين هتبقى الجذر التربيعي مربع القيمه الاولى بربع زائد مربع القيمه الثانيه كام؟ 3 على 4، يعني هتساوي الجذر التربيعي لواحد، يعني بتساوي 1. يبقى اذا السعه المقياس بيساوي 1، المقياس بتساوي 1. وفي الحاله دي اذا في الحاله دي يبقى اذا ما اقول اوميجا يعني واحد اس س برضه هيساوي واحد، يبقى اذا هنختار الاجابه نمره 1. شوف السؤال اللي بعده عشان الوقت بس. طيب بيقول لك اذا كانت عطيلي زاويه اتجاه المستقيم سيتا س سيتا ص وسيتا ع، وعايزين الجا تربيع سيتا س زائد جا تربيع سيتا ص زائد جا تربيع سيتا ع. طيب يبقى انا ما عنديش هنا الجتات، يبقى انا عايز اظهر الجتات من العلاقات المثلثيه دي. طب ما نشيل الجا تربيع ونحط العلاقه الشهيره منها، انا عندي بما ان انا عندي ان الجا تربيع زائد الجتا تربيع بيساوي 1. طيب الجتا سيتا زائد دي بواحد، يبقى اذا هنشيل كل جا ونقول 1 ناقص جتا، يبقى هشيل الجا دي، يبقى هي عباره عن 1 ناقص جتا تربيع سيتا س زائد 1 ناقص جتا تربيع سيتا ص زائد 1 ناقص جتا تربيع سيتا ع. طيب 1 و1 1 يعني هتساوي 3 ناقص جتا تربيع سيتا س زائد جتا تربيع سيتا ص زائد جتا تربيع سيتا ع.
طب ما الكلام ده بواحد يعني هيساوي 3 ناقص 1 يعني بيساوي 2، يبقى الاجابه 2، يبقى نختار الاجابه د. من السؤال اللي بعده، السؤال 14 بيقول لي عطيلي مستقيم بهذا الشكل، السين بتاعته الصاد بتاعته والعين بتاعته، وعطيني اللام سين والصاد والعين، هما بيقول لي متوازيين. طيب طالما انت بتقول لي متوازيين يبقى احنا عايزين نحقق ايه؟ النسب. يبقى احنا عايزين نحقق النسب، يبقى انا الوقت مطلوب مني ان انا اجيب ايه؟ اله لكل ايه؟ اله لكل مستقيم. محتاجين نجيب اله لكل مستقيم. طيب هنا في الحاله دي لازم نستخرج، ايه؟ نطلع اله، علشان نقدر نجيب وعاوز ألف زائد باء، يعني أنا عايز أجيب الألف والباء. يبقى نيجي نجيب هيه واحد، هتساوي إيه؟ هيه واحد الأرقام اللي قدام الكفات، يبقى إذن اتنين وواحد وواحد، ونجيب اللي هي اتنين تساوي اللي هي اتنين الألف، واتنين واتنين وباء ب. طيب بما ان هيه واحد، طبعا انا عندي هيه واحد يوازي، هو اصلا المستقيمين متوازيين في الحاله دي، يبقى النسب متحققه. يبقى انا عندي واحد يوازي هيه اتنين في الحاله دي، يبقى النسب متحققه، يعني اتنين على الف هيساوي واحد على اتنين هيساوي واحد على باء. ناخد كل نسبه، يبقى الالف هتساوي 4 والب هتساوي 2 والب هتساوي 2. هو عاوز هنا ألف زائد الب، يبقى نقول له إذن الألف زائد الب هتساوي 4 زائد 2 يعني بتساوي 6، يبقى الإجابة نمرة ج. نشوف السؤال اللي بعده، السؤال 15 بيقول لي أوجد في مفكوك ده، في المفكوك اللي قدامي 1 على س زائد س تربيع أس 15 حسب قوة س التصاعديه، أوجد قيمة الحد الخالي من س. الحد الخالي منين؟ من س. طالما عايزين الحد الخالي من س يبقى هي مساله نجيب الحد العام زي ما احنا بنجيبه على طول. الحد العام ساعه ما تدخل تشوف مساله دي على طول تجيب الحد العام. يبقى انا عندي الحد العام اللي هو ح ر زائد الواحد بيساوي 15 ق ر في الثاني اللي هو س اس س تربيع كل اس ر في الاول 1 على س اس الفرق 15 ناقص ر. طيب في الحالة دي هيساوي، يبقى 15 قاف ر، نجمع السينات مع بعضها وننزل ونطلع السين اللي تحت دي فوق بإشارة سالبة، يبقى نجمع السينات سين واحدة لهم هم كلهم، يبقى عبارة عن سالب 15 زائد 3. خلي بالك السين دي هتطلع فوق بالسالب، يبقى في سالب قدام ال 15 وسالب قدام الر، ماشي. يبقى عندنا هنا موجب ر و2 ر ايه، يبقى 3 ايه؟ 3 ر. اذا في الحالة دي انا عندي سالب 15 زائد 3 ر بيساوي 0. طيب في الحالة دي اذا 3 ر يساوي ايه؟ 15. في الحالة دي اذا الر بكام؟ جابنا الر تساوي كام؟ 5. اذا الحد اللي احنا عايزينه الخالي من س يبقى هو الحا ايه؟ 6. يبقى الحا 6 قيمته هتساوي ايه؟ هتساوي اهو، هتساوي 15 ق، 5. وتحسبها بآلة حاسبة يبقى انت جبت تقريبا يطلع 3300، احسبها بآلة حاسبة. طيب بيقول لك ثم اوجد قيمة س التي تجعل الحدين الاوسطين المتساويين. طب دول 15 حد، انا عندي هنا دول الاس النون ب 15، يبقى عدد الحدود اكيد كام؟ يبقى عندي هنا 16، يبقى 16 على 2، يعني 8 و 9، يبقى اذا 8 و 9، يبقى انا عندي ح 8 وعندي ح ايه؟ ح 9. هتكتب كل واحد بقيمته وتسويهم ببعض، وتطلع قيمة س. طيب عدد الحدود، السؤال اللي بعده 16، عدد حدود المفكوك اللي قدامنا ده، انا شايف دي موجب، طالما انت شايف دي موجب على طول يبقى وايه؟ يبقى يساوي ضعف الحدود الفردية، يبقى ح 1 زائد ح 3 زائد ح 5 وكذا الى ان تصل الى ح 2019. طيب يعني معنى كده دول 2019. طيب نقول 2019 نجمع عليهم 1 نقسم على 2 يعني هتطلع 20 على 2 يعني هتطلع 1010، يبقى اذا نختار الاجابه ألف، طيب بيقول لي السؤال ال 17، اذا كان ألف ب بهذا الشكل وب ج، عايزين المعيار، يبقى هو عطيني الألف ب وعطيني ايه ب ج
عايزين المعيار. طالما انت عتلي الالف به والبه جيم وخصوصا عايزين الالف جيم، طب ما احنا لو انت حتى جيت ترسم مثلث ده الف باء جيم الف باء جيم، بص كده الف باء السهم ماشي كده وباء جيم السهم ماشي جميل قوي، ده مريحنا خالص. احنا عايزين الف جيم يبقى عايزين الضلع الثالث في المتجهات، ممكن تطبقها بمثلث مثلث الاتجاهات عادي. يبقى نطلع الالف، نستخرج الالف الاول، الالف بصفر وصفر، الالف بصفر طيب و واحد وماشي. طيب لا ثواني كده، يبقى هنا الالف ده الالف باء. طيب ده الالف باء في الحالة دي احنا عايزين نجيب الف جيم، عايزين نجيب الف جيم. طيب عايزين نجيب الف الف باء وده باء جيم، احنا عايزين نجيب الف جيم. ما خلاص يبقى نقول له ان الف الجيم ده بيساوي مجموعهم، بيساوي مجموعهم. طب نطلع الالف باء اهي، الالف باء، الالف باء بتساوي سالب 3 سالب 3 و 3 و 7. طيب والب جيم والب جيم نكتبها يعني ازواج مرتبه كده احسن، 0 و 1 و 1 و 5 تمام. طب الالف جيم هتساوي ايه؟ بتساوي مجموعهم، يعني دي زائد ده، ده زائد ده على طول، يبقى عباره عن ايه؟ يبقى عباره عن سالب 3 و سالب 3 و 3 1 4 7 و 5 كام؟ 12 بهذا الشكل. طب احنا الوقت عايزين ايه؟ عايزين المعيار، يبقى نقول له معيار الالف جيم، معيار الالف جيم هيساوي الجذر التربيعي مربع القمه، تربيع السالب 3 9، تربيع ال 4 كام؟ 16، تربيع ال 144 ال 12 144، يعني هيساوي 9 و 6 15 و 4 9 و 6 15 و 4 19 تساوي على 1 2 2 4 6 يعني تطلع 169، يعني بتطلع 13. يبقى الاجابه عندنا 13 اللي هي نمره ايه؟ الف، اللي هي نمره الف. طيب بعد كده المساله الثانيه برضه عطلي الف عمودي على الباء والالف كمان عمودي على الجيم، يبقى في توازي، يبقى هو عمودي على المتجه عمودي عليهم هما الاثنين، يبقى اذا هما طبعا هيكونوا ايه؟ متوازيين. سهله خالص وتحلها علشان انا بس احل لك الاختبار عشان الفيديو ما اخر مساله بس عشان مهمه. طيب نيجي نشوف اذا كان الف، اجب عن احد السؤالين التاليين، اعطيلي الف 0 0 1 وب 1 0 0 وج 0 1 1 شبيهه بالمساله احنا حلناها قبل كده. اوجد متجه وحده عمودي على المستوى، متجه وحده عمودي على المستوى، يعني احنا لو عندنا مثلا ادي مثلث اهو ده الف باء جيم، اعطيلي النقطه الف والنقطه باء والنقطه جيم في هذا الحال. طيب في الحاله دي، في الحاله ديت يبقى احنا عايزين نجيب المتجه العمودي. هي لها اكتر من فكره، لها اكتر من ايه؟ من فكره. طيب تعالى نشوف، طبعا دي بنقول له جيم 19 فقره الف، فقره ايه؟ فقره الف. طيب الالف بكام؟ نستخرج الالف، الالف 0 و 0 و 1 و 1 0 و 0 و 1 والباء عباره عن ايه؟ عباره عن ايه؟ ده الالف، والباء عباره عن 1 و 0 و 0، والجيم عباره عن ايه؟ عباره عن 0. هو عطالي عطالي ماشي. ده النموذج اختبار 2019 دور اول 2019، يبقى هنا 0 و 1 و 0 تمام. طلعنا النقط، هو عطالنا جاهز، عايزين متجه وحده عمودي. طب متجه وحده عمودي ممكن نجيبه باكتر من طريقه، ممكن نجيبه باكتر من طريقه، ممكن اجيب الف باء، ممكن اجيب الف جيم واضربهم ضرب اتجاه، ودي احنا نحل بقى اسهل خالص. يبقى احنا مطلوب مننا، يبقى احنا نجيب الالف جيم، متجه الف جيم هيساوي جيم ناقص الالف، يعني هيساوي نطرح نطرح دي من دي، يبقى صفر وواحد وايه؟ وسالب واحد. طيب يبقى صفر وواحد وسالب واحد مظبوط. محتاجين نجيب الف باء، متجه الف باء بيساوي المتجه باء ناقص المتجه ايه؟ الف، يعني هيساوي واحد و
صفر وسالب واحد. خلاص يبقى احنا نضربهم ضرب اتجاه، يبقى اذا نقول له المتجه العمودي ده اللي احنا عايزينه هيساوي ضربهم الف باء ضرب اتجاهي الف جي. طيب طالما ضرب اتجاهي يبقى ايه، لازم تعمل المحدد اللي انت عارفه، ودي السين والصاد والعين بهذا الشكل، وتفرغ المركبات دي هنا. يبقى واحد، احنا هنعمل الف ب الاول، هنعمل الف ب الاول، يبقى واحد وايه وصفر وايه وسالب واحد، وبعدين صفر، وبعدين واحد، وبعدين سالب واحد. طيب نضرب دي عادي ونطلعه، هيطلع سين واحد في الاتجاه السيني زائد واحد في الاتجاه الصادي زائد واحد في الاتجاه ايه العين. يبقى هو ده، يبقى هو ده مراخد المركبات بتاعته، يبقى واحد وواحد وايه وواحد. ده مين؟ ده المتجه نون، ده المتجه نون بتاع المستوى العمود على المستوى. طب هو مش عايز ده، ده احنا هو عايز متجه وحدة عمودي، متجه وحدة عمودي. يبقى اذا بيساوي المتجه، بيساوي المتجه، يبقى المتجه الوحدة العمودي، متجه الوحدة العمودي بيساوي المتجه على ايه؟ يبقى واحد وواحد وواحد على معياره، على معيار مربع الواحد واحد، مربع الواحد واحد زائد ايه؟ زائد واحد. طيب في الحالة دي، في الحالة دي هيساوي ايه؟ هيساوي واحد وواحد وواحد على جذر ايه؟ تلاتة. خلاص يبقى احنا ممكن تقسمه بقى، خلاص اهي، يبقى عبارة عن واحد على جذر تلاتة، وواحد على جذر ايه تلاتة، وواحد على جذر ايه تلاتة. طيب نشوف اخر سؤال، هو بسيط ما فيش فيها اي مشكلة كده، اخر سؤال تقريبا اي. طيب ب، اذا كانت الكرتين دول، بيقول لي الكرتين عندي هنا كرتين، س ناقص واحد تربيع زائد ص ناقص اربعة تربيع زائد عين ناقص كاف كل تربيع يساوي 25، والتاني والكرة التانية سين ناقص 3 كل تربيع وزائد صاد تربيع زائد عين ناقص 3 كل تربيع يساوي 16. هو بقول لي متمثلتين من الخارج، فأوجد قيمة كاف. طيب عايزين نجيب قيمة كاف، يبقى دي هي خلاص سهلة بقى. يبقى احنا عارفين طالما متمثلتين من الخارج، يبقى إذن البعد بين المركزين، البعد بين المركزين، البعد بين المركزين بيساوي مجموع النقين، البعد بين المركزين يساوي مجموع النقين. يبقى نطلع ميم واحد للمركز الأول هيكون سالب واحد وأربعة وكاف، هنطلع المركز الثاني هيساوي تلاتة وصفر وتلاتة. طيب النق بكام؟ النق واحد الأولاني بخمسة، النق الثاني بكام؟ بأربعة. إذن في الحالة دي، إذن ميم واحد ميم اتنين بيساوي مجموع النقين، نق واحد زائد نق ايه اتنين. طيب ده بكام؟ ده بكام؟ نجيب ده من الجذر التربيعي، ايه عبارة عن اربعة تربيع وزائد اربعة تربيع، اللي هو مين؟ البعد بين المركزين، اللي هو فرق السينات تربيع زائد فرق الصادات تربيع، فيبقى اربعة تربيع بستاشر، اربعة تربيع بستاشر يعني هيبقى 32 زائد كاف ناقص 3 كل تربيع بيساوي كام؟ 9. بيساوي مجموع نقين 4 و5 كام؟ 9. طيب بتربيع الطرفين، عشان بس انا عايز اكتبها هنا، بتربيع الطرفين اذا كاف ناقص 3 كل تربيع هيساوي كام؟ ونطرح منها ال 32 يبقى 81، نشيل 32 هيبقى 9 وايه؟ و40. اذا كاف ناقص 3 هيساوي موجب وزائد ايه؟ 7، يعني الكاف هتساوي لا اما 10 او الكاف هتساوي سالب 4. سالب 4 ماشي. انا بحاول احل طبعا بسرعه عشان وقت الفيديو كده. حلينا الاختبار دور اول 2019، دور اول 2019 اللي موجود اهوت قدامنا في ايه نماذج امتحان نظام البوكلت المعاصر صفحة 39. شكرا لكم أبناء الطلبة والطالبات، شفت الفيديو تنساش تعمل لايك وشير، وما كنتش مشترك في القناة اشترك في القناة عشان يصلك كل جديد. وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان معكم صالح عبد العال.